الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مدام أماني، اتفضلي. سمحت حضرتك، في حالة، ايوه، في حالة ترقيع قرنية مرتين، ايوه، وعايزين نعرف في خلايا عملت جلوكوما ليزر، وعايزين نعرف في عايزين نعرف في خلايا جذعية لها ولا لا تنفع عشان عتاية مع القرنية. طيب هو انت احنا بنتكلم على حالة عمرها قد ايه يا استاذة اماني؟ خط اتقطع. هرد على حضرتك، انت غالبا بتتكلمي على حالة حد صغير في السن عنده مية زرقاء وجاله عتامة في القرنية وعمل عمليات زراعة قرنية كذا مرة وفشلت. اتمنى ان يكون النظر كويس، نظر كويس بمعنى بيشوف خيال ايد او نور وضلمة. في مصر من 2010 والتكنولوجي دي دخلناها بقوة القرنية الصناعية الدائمة، ودي أحسن حالات بتنجح فيها. القرنية الصناعية الدائمة دي احنا بنجيبها من جامعة هارفارد في أمريكا، وبنستخدمها عند فشل ترقيع القرنية مرة واحدة، لأن فشل ترقيع القرنية مرة واحدة يساوي تقريبا 100% فشل ترقيع قرنية للمرة الثانية بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة. الفشل الثاني يساوي 100% فشل بعد 6 شهور، يعني لو زرعنا القرنية المرة الثالثة هتفشل بعد 6 شهور. بعد تطورات كبيرة من منتصف التسعينات حصل أجيال من القرنيات الصناعية وتحسن كبير في النتائج في هذه الحالات. والحقيقة أنا بنصح كل مريض زرع قرنية صناعية قرنية بشرية رفضت واتفشلت ومرة واحدة إن ما يعملش ده تاني، إن هو يلجأ إلى القرنية الصناعية الدائمة، لأن هو ده الحل العلمي المواكب للعصر وتطورات العلم. أدعوك إن شاء الله إنك أنت تزورينا، لأن إحنا حاليا من المراكز المتخصصة الكبيرة اللي بتعمل القرنية الصناعية الدائمة، وإن شاء الله نقدر نساعد المريضة بالذات لو عينيها الاتنين أو عينه الاتنين مصابين مش عين واحدة.